وصلت مبيعات شركة أبل في عام 82 إلى أكثر من 500 ألف دولار، وأصبح لبعض التجار أسهم في هومبريو كمبيوتر كلاب. ربما ذهبت لعدد قليل من الاجتماعات التي عقدت في هومبريو كمبيوتر كلاب، لكن مع مرور الوقت بدأت تصبح شيئاً غير مهم في حياتي، فكرست كل اهتمامي لشركة أبل. علي أن أكرس كل وقتي وطاقتي للمنتجات المطلوبة للبيع الآن. مع وجود شركات مثل أبل أصبحت هناك أعمال أكثر جدية، وحينها يتوجب عليك الحذر، فلم يكن بإمكانك إخبار زملائك في هومبريو كمبيوتر كلاب عن الخطط التي اتبعتها لتسويق منتجاتك، فأنت تعرف أنه يمكن للمنافسين أن يكونوا هناك، ومن الممكن أن يقولوا يا للروعة أبل تفعل ذلك، فدعونا ننشئ مشروعا مشابها، وبالتالي أدى ذلك إلى إغلاق هومبريو كمبيوتر كلاب. التقى أعضاء هومبريو كمبيوتر كلاب لآخر مرة عام 86، تاركين وراءهم ليس فقط شركة أبل بل 23 شركة أسست من قبل أعضائها. زعم القراصنة أنهم من أوجد العالم الحديث، لكنه كان عالما ممتلئا بالسرقة. في 15 من شهر فبراير عام 95، عندما تعقب رجال الاف بي اي مجرما مطلوبا في سكن بشمال كارولينا، فالقرصنة على وشك ان تصبح عملا خارجا عن القانون. اف بي اي، افتح الباب حالا. قرابة الواحدة والنصف صباحا طرق باب منزلي، ولم انظر الى ساعة الحائط، ولو نظرت لما فتحت الباب، فقلت من الطارق؟ فقالوا اف بي اي. جاءوا للقبض على كيفين ميتنيك البالغ من العمر 32 عاماً، والذي كان يخترق حواسيب الآخرين. كان كيفين ميتنيك مثال الرجل الموجود في المكان الخاطئ وفي الزمان الخاطئ، فالإنترنت كانت في طور البداية، وهناك الكثير من المخاطرات في ذلك الوقت، وميتنيك اعتبر أحد اللصوص بالنسبة لوسائل الإعلام، وأدى ذلك إلى فشل ذريع لبعض من كان يعمل في الحكومة، مما أدى إلى ظهور بعض المخاوف. أحدث القراصنة ثورة في عالم الحاسوب قبل اعتقال ميتنيك بعشرين سنة، فأعضاء هومبريو كمبيوتر كلاب تمكنوا من السيطرة على حواسيب الشركات الخاصة ووضعها بين أيدي العامة، وكان كيفين ميتنيك طفلاً بالنسبة لتلك الثورة. عندما كنت في المدرسة كنت بعيداً عن التدخين والمخدرات وشرب الكحول، كذلك لم أكن مثالاً للطفل الاجتماعي، واستطعت إيجاد بعض الهوايات التي تنتمي لأنواع الهوايات المنفردة. بالنسبة لجيل ميتنيك كانت توجد هناك حقول إلكترونية جديرة بالاكتشاف، فبدأت كل من الشركات ووكالات الحكومة الربط بين حواسيبها، ونظام الهاتف طريقة داعمة لهذه الشبكات المغرية. كنت مثل بطل في مسلسل فضائي أجول فضاءات لم يسبقني أحد إليها، فشبكة الحاسوب والهاتف يسلطان الضوء على أشياء لم يسبق لأي قرصان أن اكتشفها. لم يكن لديه حاسوب خاص، فبدأ القرصنة من مخازن راديوشيك، وكان يستخدم المودم في هذه الحواسيب ليخترق بها حواسيب في أماكن أخرى. أخذ الجيل الجديد من القراصنة إلهامهم من الإلكترونيين الخارجين عن القانون من أمثال الكابتن كرانش. كان هؤلاء القراصنة هم الذين اعتمدت عليهم بسبب ذكائهم ومعرفتهم بنظام الهاتف. وظف ميتنيك كغيره من أعضاء معترضي خطوط الهاتف عدداً كبيراً من المهارات لينجز قرصنته، والهندسة الاجتماعية لا تقل أهمية عن المعرفة التقنية، فهي القدرة على اكتساب معلومات مفيدة بعيداً عن الموظفين المغامرين. لكن ميتنيك أخذ الأشياء بجدية أكثر. عندما كان عمره 17 عاماً خدع هو ورفاقه حارساً في مقر شركة الهاتف وسرقوا كتيبات في غاية الأهمية. أنجزنا الأمر كما لو كنا في مخزن للحلوى، أردنا أن نقرأ كل الكتيبات لنعرف كيفية عمل هذا النظام. جعله الاستياء ينال العقوبة. لقد تضايقت شركة الهاتف لأن بعض الأشخاص ارتكبوا أعمالاً متهورة، من جراء ارتكاب هذا النوع من الأعمال غير المجدية طبقوا إجراءات أمنية لكنها كانت غير فعالة. أوجد اعتقال ميتنيك نظاماً للمستقبل. ظل كيفين عالقاً في المشاكل، فكانت لديه قدرة جيدة ساعدت بدورها على بقائه معتقلاً. لم يكن ميتنيك الوحيد الذي وقع في المشاكل،
أدرك موظفو ناسا أن أشخاصاً لا يملكون أي إذن رسمي اخترقوا أنظمة الحاسوب في مركز مارشال سبيس فلاي. كانوا أذكياء بما يكفي لمسح ملفات السجلات الواردة والصادرة. لم يكن القراصنة فقط أشخاصاً أذكياء، بل كانوا متعجرفين، فقد اعتادوا ترك رسائل مثل لا تستطيع القبض عليه. إنها تشبه شيئاً بيولوجياً، أعتقد أنهم يصممون بشدة ليصبحوا قراصنة. فبعض الأطفال يولعون فقط بالحواسيب بقولهم هذه هي الطريقة التي أستطيع أن أعبر من خلالها عن شيء بنفسي. قادت أشرطة الهاتف وكلاء FBI إلى منزل يسكنه 5 مراهقين، ويقول مايكل سترايك إنه حصل على رقم حاسوب ناسا فيه. لقد أدرج على القائمة كأي رقم حديث نظاميا لسكان هانستفيل. كان خطأ فادحا، ولكنني قررت أن أتصل به فورا. أخذ مصطلح القرصنة يؤثر على الأشخاص الذين لم يكرسوا في أذهانهم روح القرصنة التي تسرق، واستخدمت حواسيب هؤلاء المراهقين المسروقة للسيطرة على كلمات المرور. فقد كانت تستخدم الأنظمة الضعيفة لاختراق حواسيب الآخرين. تطلب ذلك فيلماً سينمائياً من هوليوود ليتحول الاستياء إلى ألم. ظهر فجأة فلم يحتل المرتبة الأولى كحرب النجوم الذي يمجد القدرة على استخدام الحواسيب ليحولها إلى أنظمة قوية، وكانت تؤشر إلى بداية للحرب العالمية الثالثة. عندها انقلب معنى مصطلح القرصنة رأساً على عقب بين عشية وضحاها، وأطلق هذا المصطلح على طفل تملأ وجهه البثور ولديه معرفة كافية لمهاجمة شبكة الحاسوب التابعة لمنظمة عسكرية. كانت العاصفة في مكان ما، وينبغي عليك أن تكون متواجداً في ذلك المكان. إنها تتحدث عن معرفة ممنوعة وتقوم على الخداع والاستيلاء على مزايا الآخرين. إنها المعرفة بحد ذاتها، وهي مؤشر على التحدي العصري، كما أنها تقوم على أساس الهرب أيضاً. في الوقت الذي توسعت فيه شبكة الحاسوب، توسعت كذلك عاطفة ميتنيك للاكتشاف، فاعتاد هجر أسرته والمكوث في فنادق رخيصة والقرصنة لمدة 7 ساعات يومياً. ومع اكتشاف الإنترنت لم يبق شيء يمنعه من التقدم. من الصعب جعل الإنترنت آمناً حتى هذه الأيام، لأنه أنشئ في الأصل للحصول على المعلومات، وكما تعرف فقد أنشئ على أساس مصادر مفتوحة للجميع، فلا يمكنك أن تملك كل البروتوكولات التي تدير الإنترنت، فالجميع يستخدمونها. لكن الأزمنة كانت تتغير، فأيام القرصنة انتهت ووضع الإنترنت ليكون أداة للعمل، ووجود القراصنة غير مرغوب به. بالعودة إلى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، نجد أن قرصنة الحاسوب كانت عملاً رائجاً، ولم ينظر إليها على أنها جريمة، بل على أساس أنها هواية. في الوقت الذي تغير فيه المجتمع، كنت على وشك تعلم اعتراض خطوط الهاتف ونظام الحاسوب، وبالتالي تجاهلت كيف أن المجتمع كان يتغير من حولي. أصبح استغلال القراصنة أمثال ميتنيك مشكلة لتطبيق القانون، فهذا ليس بعالم هومبريو كمبيوتر كلاب، فالقرصنة متعلقة بالFBI. أصبحت جرائم الاتصال الإلكتروني مركزاً لانتباه الآخرين في الوقت الذي شهد انتشار الإنترنت، مما أدى إلى ازدياد نسبة الشكاوى. إنه نوع جديد من الجرائم، فليس هناك نوافذ مكسرة أو بصمات. يجب علينا أن نتأقلم بسرعة، ليس فقط مع التكنولوجيا الجديدة، بل مع التقنيات المبتكرة الحديثة لمرتكبي الجرائم. اختار ميتنيك أهدافاً لينجزها، وعرض في عام 88 شبكة حاسوب من نوع DEC، ونسخ تفاصيل لبيانات في غاية الأهمية، وذلك قبل أن تقبض عليه الFBI بمدة طويلة. حققنا في سرقته بيانات نظم تشغيل متطورة من Digital Equipment Corporation، وتم القبض عليه في عام 88، وحكم في عام 89، وتم إرساله إلى سجن فيدرالي. ادعى DEC أنه سبب أضراراً بقيمة 4 ملايين دولار. أدرك ميتنيك في المحكمة كيف أن عالم القراصنة أصبح مخيفاً. أخبر النائب العام الحاكم الفيدرالي أن السيد ميتنيك إذا اقترب من الهاتف في السجن فبإمكانه إجراء مكالمات يتم دفع أجرها من قبل مستقبليها، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كل هذا وأنا جالس بجانب القاضي في المحكمة. سلم القاضي بصحة عدد كبير من هذه القضايا ووضعه في سجن منفرد. وضعوني في سجن منفرد مدة 8 أشهر، وكل ذلك لخوفهم أن أبدأ بحرب نووية من هواتف الشارع. أعتقد أنه حصل على ساعة من أصل 24 ساعة خارج زنزانته وهو بحالة مقيدة، وكان ميتنيك مستاءً من هذا الوضع. أطلق سراح ميتنيك بعد عام، وذلك بتعليق عقوبته، وتم إرساله إلى مركز لإعادة التأهيل بسبب